إن كان الإنسان يبعد عن نفسه الامتثال برسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ بحفظ الله، فلينظر إلى أبي بكر الصديق وإلى غيره من الصالحين كيف من الله تعالى عليهم، فثبتوا على دينهم رغم أن الأمم كلها ما كانت حينها تدين بهذا الدين، لكن الله سبحانه وتعالى شاء لدينه أن يقف على أكتاف هؤلاء الصالحين الأوائل الذين رزقهم الله تعالى من هدايته ما رزقهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المؤمنون المصلون، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة 16 من شهر جماد الأولى من عام 44 و400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى فيها وفي غيرها أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا سبحانه ما لم نعلم، وأن يجعلنا بالعلم عاملين، وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتفين. ولا يزال حديثنا متواصلاً بإذن الله سبحانه وتعالى عن شجرة الإسلام الباسقة الأولى، أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قلنا في درسنا الماضي إنه على كل طالب الهداية والذي ينشد البقاء على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى أن يربط نفسه بسير الصالحين، فإن الإنسان حينما لا ينظر إلى من هم أعلى منه كعباً في علمهم والتزامهم بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يلبث أن يكون في اجتماعه ومخالطته ومداخلته مع أناس هم حقار النفوس، مع أناس تنحط بهم عزائمهم، مع أناس تقصر بهم هممهم عن بلوغ الرتب العليا في التعبد لله سبحانه وتعالى والاستقامة على منهجه. وإن بقي الإنسان في حياته كلها لا يعرف في خلطته إلا هؤلاء، فمن أين ستتزكى نفسه؟ ومن أين سترنو ومن أين ستعلو همته لأجل أن يسابق الصالحين إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحض أصحابه على أن ينظر الإنسان منهم إلى من هو أعلى منه في شأن دينه، في شأن معالي الأمور، حتى يحتقر الإنسان نفسه فيبقى دائم الوصال مع ما يزكي نفسه ومع ما يرقيها. أما إن كان الإنسان ينظر إلى من هو أدنى منه فإن ذلك سبب لأن يتقاصر الإنسان عن أعمال الخير، وسبب لأن يعجب الإنسان بأعماله. ومن أعجب بأعماله التي يعبد بها ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يلبث أن ينكسر ولا يلبث أن ينكص على عقبيه، وسيتراجع عن التزامه ودينه. وهذا السبب هو الذي حدا بنا أولاً عند ذكر سيرة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلتزم بها ونذكر بها أنفسنا. ولا شك أن في سيرته صلى الله عليه وسلم حر أعمالاً لأصحابه رضي الله تعالى عنه، تبين لنا من ذلك كله أنهم كانوا أسبق الأمة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا الأمر واصلنا بعدها، بعد سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، المسير مع رجال الله الصالحين. وأول الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإنسان حينما ينظر إلى سيرة هذا الجبل الشامخ من جبال الاستقامة والصلاح والبقاء على دين الله سبحانه وتعالى، ليستحث نفسه أن أولئك الصالحين الذين بلغوا ما بلغوا وأدان الله تعالى لهم الأمم لينشروا دين الله سبحانه وتعالى فيها
ما بلغوا ذلك المنزل إلا لأنهم اجتهدوا، فأولئك الأقوام لديهم ما لدينا، وقد لابسوا من الظروف والفتن والمحن والبلايا ما لم نلابس معشارة، ومع ذلك كانوا رجال الله تعالى الصالحين. وذلكم كله يحث الإنسان لأجل أن يبقى على دين الله سبحانه وتعالى. ليسوا رجالاً لا نطيق فعلهم، لكنهم جدوا وقصرنا الخطى. هؤلاء الرجال جدوا ونحن الذين قصرنا الخطى. وأنى لك يا عبد الله أن تعرف أنك قد قصرت الخطى، وأنك قد قصرت الجهد الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به إن لم تطالع سير الصالحين. أنتم ترون ما ترونه في زماننا هذا من شهرة لمشاهير تافهين لا يرجعون على أممهم بخير، ولا يرجعون على مجتمعاتهم بفضل، سوى التفاهات التي ينشرونها بين الناس. ولأجل ذلك انتشرت كثير من المخازي التي تنأى الإنسانية الشريفة من أن تنتشر فيها ومن أن يرتكس فيها أناس، ما ذلك إلا لأنه قد قدم أناس أمام الآخرين ليكونوا مثالاً وليكونوا قدوات للمجتمع، فأورثنا ذلك انحطاطاً في هممنا وتراجعاً في التزامنا. وما تراجعنا في التزامنا ولا تراجعت هممنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا تراجعت مكانتنا بين الأمم، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، كما يقول الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأجل هذا سنذكر ما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن يأتي من بعده من رجال الله تعالى الصالحين، مبتغين في هذا الذكر أن ننشر عرف هؤلاء الصالحين المتقين بين الأمم، وأن يكون لنا قدوة، وأن تكون لنا قدوة نستحث بها نفوسنا لأجل أن نواصل المسير، حتى يضع بعضنا في يد بعض أننا سنلقى الله سبحانه وتعالى مع الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولكن هيهات أن يدخل جنة الله تعالى من لم يثبت الإيمان في سلوكه، من لم يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. والنفس في حقيقتها ضعيفة ميالة دوما إلى حطام هذه الدنيا الفاني، فتجدها لا تستقر على طاعة ولا تبقى على معروف، ويلزم الإنسان حتى يبقى على هذه الطاعة وحتى يثبت عليها أن يكون جهده متواصلا لأجل أن يبقى على طاعته. وكم أشبه النفس البشرية التي تريد أن تبقى على طاعة الله سبحانه وتعالى بالعجلة التي يقودها الإنسان، وهي سائرة به، فإن توقف عن الحركة أي عن حركة وعن دفع هذه العجلة فإنها ستسقط به، لكنه سيضمن البقاء عليها والمسير إلى غايته إن بقي هذا الإنسان مضاعفا الجهد في تحريكه لهذه العجلة، وبذلك يضمن السلامة. والنفس البشرية كهذا، فإن كان يومك كأمسك فلتعلم أنه سيكون غدك شراً من يومك هذا، لأنه مغبون من استوى يوماه، من لم يضاعف في كل يوم أو في كل شهر أو في كل عام عباداته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يلبث يرى نفسه بعد ذلك ناكصاً عن دين الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يقينا ذلك كله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الرجل الأول كما قلنا من قبل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، هو الرجل الذي حظي بما حظي به نتاجاً لحركته هو ولاجتهاده في سبيل تزكية نفسه، هو الرجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثالاً لنا نحن إن كان الإنسان
يبعد عن نفسه الامتثال برسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ بحفظ الله. فلينظر إلى أبي بكر الصديق وإلى غيره من الصالحين كيف من الله تعالى عليهم، فثبتوا على دينهم رغم أن الأمم كلها ما كانت حينها تدين بهذا الدين، لكن الله سبحانه وتعالى شاء لدينه أن يقف على أكتاف هؤلاء الصالحين الأوائل الذين رزقهم الله تعالى من هدايته ما رزقهم. إن جينا إلى اسمه وإلى نسبه وإلى لقبه، مع أنها أمور لا نعنى بها كثيرا حينما ننظر إلى فضائل الأعمال، فإنه إذا نفخ في الصور يوم القيامة كما نعلم قال ربنا سبحانه: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما هو العمل، إنما هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لن تسوى جناح بعوضة عند الله تعالى إن كنت أيها الإنسان لست شيئا عند الله سبحانه وتعالى. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هذا هو الميزان عند الله تعالى. لكن دأب أهل السير على أن يذكروا اسمه ولقبه، مع أنني أقول دوما حينما أقرأ الخلاف الذي يذكره أهل السير وأهل التاريخ في اسم أبي بكر الصديق، هل اسمه قبل هذا الاسم، هل اسمه عبد الكعبة ثم بعد ذلك غير إلى عبد الله، أم اسمه عتيق أم غير ذلك؟ وكنت أمر على ذلك كله مرورا وأقول: هو أبو بكر الصديق وكفى، هو أبو بكر الصديق وكفى. لأننا ما عرفناه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أبو بكر الصديق، وما عرفناه على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أبو بكر الصديق، وما عرفناه في دواوين الإسلام من بعد إلا أنه أبو بكر الصديق. كم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. وكم أكثر صلى الله عليه وسلم من القول: ما من أحد إلا كافيناه على معروفه إلا أبا بكر الصديق. فهذا هو أبو بكر الصديق، حسبه من اسمه هذا الاسم الذي ناداه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم يذكرون اسمه ويذكرون تاريخه عناية بشأن الصالحين، فمثل هؤلاء الصالحين لا ينبغي أن تمضي حياتهم دون أن تعرف دقائقها، فإنه لنا في دقائق حياة هؤلاء الصالحين هداية وقدوة حسنة تمضي بنا إلى الله سبحانه وتعالى. الذي تحدث به ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، ويحدث به عبد الله ابن الزبير وغيرهم، أن اسمه عبد الله، أن اسمه الذي سماه به أبوه هو عبد الله، فكان يعرف في قريش بعبد الله، هذا هو الاسم الذي عرف به أبو بكر الصديق أنه عبد الله. منهم من قال إن اسمه كان عبد الكعبة، لكنني ما رأيت دليلاً يمكن أن يستند إليه يثبت أن اسمه عبد الكعبة. هؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه من عبد الكعبة إلى عبد الله، لكن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم أبي بكر الصديق بل أبقاه على اسمه. واسم عبد الله شائع معروف عند العرب حينها، فأبو النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اسمه عبد الله، وأبو بكر الصديق اسمه عبد الله، وكان له نصيب في حقيقة الأمر من هذا الاسم، فإن أبا بكر الصديق ما عرف عنه السجود لوثن، وما عرف عنه أيضا شرب الخمر، وما عرف عنه إلا أنه خير الناس في قريش مع كونهم أهل جاهلية، إلا أنه كان في القرشيين أناس ذو مروءات وذو أعمال انتهى إليهم الشرف حينها لصنائع المعروف التي كانوا يصنعونها. فأبو بكر الصديق مع هذا الأمر الذي ذكرته لكم، ومع كونه صادق اللهجة، وقد قيل إنه سمي الصديق مذ كان أو قبل الإسلام، قبل أن يدخل الإسلام كان معروفا
بالصديق لأنه ألح على نفسه ألا يكون كذابا بل يكون صديقا رضي الله تعالى عنه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم له هذا اللقب بعد إسلامه، بل أضحى لا يعرف هذا اللقب لسواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقولون إنه كان أعلم قريش بأنسابها، كما أنه كان لفضله لا يدعو إلى حمالة، والحمالة هي الإنسان الذي يقع في قتل أحد ويطلب منه أن يدفع الدية لكنه لا يستطيع دفعها، فيتحملها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولمجرد أن يتحملها أبو بكر الصديق تسعى قريش إلى تصديقه في كلامه وإلى إعانة ذلك الذي وقع في تلك المصيبة وطولب بالدية، فعرفوه بذلك لأنهم يصدقوه لمجرد أن يقول، مع أن الدعاوى كثيرة والذين يريدون هذا الأمر كثيرون، لكنهم كانوا يصدقون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مما سمي به أبو بكر أيضا أنه عتيق، وكما قلت لكم الكلام كثير في هذا الاسم، في اسم عتيق، فمنهم من يقول إن أباه أبا قحافة هو الذي سماه عتيقا، وهؤلاء يريدون رواية فيها أنه رزق ثلاثة من الولد، سمى أبا بكر منهم عتيقا، وسمى الآخر معتقا، وسمى الثالث معيتق. فهؤلاء ثلاثة، لكنني ما وجدت إسنادا صحيحا لهذا كله، بل الأظهر من ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما سمي عتيقا من أوله. منهم من يقول إن أمه هي التي سمته عتيقا، وأم أبي بكر الصديق أم الخير، وهي أم الخير ما دامت جاءتنا بهذا العظيم من عظماء الأمة. أم الخير سلمى ما كانت ترزق الولد، فأبو قحافة ما كان عنده من البنين إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد كانوا يموتون. وحينما رزقت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جاءت به إلى الكعبة المشرفة تبركا، ونذرته لله تعالى وأعتقته لله تعالى، أي أنها جعلته رجلا منصرفا إلى الله تعالى دون أي عمل آخر، فرحا به لأن الله تعالى أبقاه، فأخذوا هذا الاسم من هذا الموقف وقالوا إنه عتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث في أحاديث قواها جمع من أهل العلم فيها أنه قال: من أراد أن ينظر إلى رجل أعتقه الله من النار فلينظر إلى أبي بكر الصديق. من أراد أن ينظر إلى رجل أعتقه الله من النار فلينظر إلى أبي بكر الصديق، فقالوا هو الذي سماه عتيقا. لكن الأظهر من هذا كله أن عتيق ليس اسما لأبي بكر الصديق، بل هو لقب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فله لقبان: اللقب الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعد هو الصديق، واللقب الثاني عتيق. ولقب عتيق مع بحثي عمن كان يطلق عليه أنه عتيق ما وجدت أحدا يسمي أبا بكر الصديق عتيقا سوى أبيه أبي قحافة. في مواضع عدة بعد إسلام أبي قحافة حينما يناديه لا يناديه إلا يا عتيق يا عتيق، وسنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، فلعله هو الذي يطلق عليه هذا الاسم فحسب. لكنه في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ودواوين الإسلام ما عرف إلا أنه أبو بكر الصديق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومبدأ هذا اللقب الصديق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، منهم كما قلت لكم من قال إنه كان معروفا في الجاهلية بصدقه فسموه الصديق، ومنهم من قال إن مبدأه كما ذكرناه من قبل في دروس السيرة إن مبدأه حادثة الإسراء والمعراج حينما كذبه أهل قريش، بل أسرعوا إليه كما يفعل المشركون والمنافقون والشياطين في زماننا هذا، حينما يريدون أن يرجفوا المسلمين،
حينما يريدون أن يهزوا ثقة المسلمين ببعضهم، ينقلون الفتن اليسيرة هذه في مرأى الناس لأجل أن يدخلوا الظن والريبة بين المسلمين. ذهب إليه هؤلاء المشركون فرحين: يا أبا بكر، يا أبا بكر، هذا صاحب، اسمع إلى صاحبك ماذا يقول. فقالوا له: إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى في ليلة واحدة. انظر يا أبا بكر، كأنهم يقولون هذا الرجل الذي تتبعه يا أبا بكر، لأنهم يعرفون أبا بكر أنه رجل عظيم من عظمائهم، ولأجل ذلك أرادوا أن يصدوا أحدا عن دين الله سبحانه وتعالى. فما لبثوا أن ذهبوا إليه مسرعين لأجل أن يدخلوا الشك والريبة في قلب أبي بكر الصديق، وأخذوا يقبحون الكلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب أبي بكر الصديق. لكن ما كان من هذا الجبل الشامخ الذي ألح على الإخلاص حتى ثبته في هذه المواطن، ما كان منه إلا أن قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في الوحي يأتيه من السماء، فلا أصدقه في مثل هذا الأمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستوثق من صحة هذا الخبر، فقال له: يا رسول الله، أقلت كذا وكذا؟ قال: نعم، قلت ذلك يا أبا بكر. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: صدقت يا رسول الله. هذا الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا معيار الإيمان لدى كل من أراد أن يلتزم بأمر الله، فما كان لمؤمن أن يختار، والله تعالى قد قضى الأمر وقدره. فقال له: وأنت يا أبا بكر الصديق. فبدأ اللقب في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا الموطن. أما كنيته التي هي أبو بكر فلا أعلم مبدأها من أين جاءت، لكن الظاهر أنه كان يكنى بها رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام، وأنهم كانوا ينادونه أبا بكر الصديق قبل إسلامه، وليست هذه الكنية إسلامية، أي لم يكن بها في الإسلام. والبكر كما تعلمون هو الفتى من الإبل، فأبو بكر هو أبو الفتى من الإبل على هذا، لأجل أن يدلل على أن أبا بكر الصديق ذو همة، لأن الفتى من الإبل هو أقواها كما تعلمون، وهو أشدها، ولأجل هذا لقب أبا بكر الصديق، وهو اللقب الذي سار عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق، نحن حينما ننظر إلى سير كثير من الناجحين في الحياة، وإلى سير كثير من المميزين، وإلى كثير من العظماء، نسعى دائما إلى أن ننظر إلى من يكون وراء هذه العظمة وهذا المجد الذي يكون عليه الإنسان. نسعى دائما إلى هذا لأجل أن نتلمس الأسباب التي تجعل الإنسان عظيما. لكن قناعتي التي اقتنعت بها من قبل ولا زلت عليها أن العظمة والمجد هو قرار شخصي في قلب الإنسان، وإلا فبما يفسر أمر أن يسعى لإصلاح أناس سعيا حاثا لكنهم مع ذلك لا يصلحون. لا يفسر الأمر إلا بشيء واحد، هو أن التميز والنجاح والعظمة قرار يقرره الإنسان بنفسه. وكم كما تعلمون كم سعدت أبوة ببنوة حينما يكون الأب خاملا ويكون الابن عظيما، وكم شقيت أيضا بنوة بأبوة، هذا الأمر موجود وبكثرة. كم هم الناس الذين يبلى الجديدان من الحرص على إصلاحهم وعلى أن يكونوا ناجحين وعلى أن يقوموا على أقدامهم، لكن إن لم يقرر هؤلاء الصلاح والتميز، فمن أين سيأتيهم التميز؟ ستبلى ويبلى. لذلك فالإنسان في مثل هذه المواطن نقول: عليك أن تبذل جهدك، فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير معين. لكنه قرار شخصي.
وهذا الأمر قدمت به هنا لأبين لكم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو من هؤلاء الذين عزموا وقرروا وفعلوا لأجل أن يكونوا صالحين ناجحين. لا يهم الظرف الذي تكون فيه، لا يعني شيئا من هم الذين حولك، إن كان قلبك قد استقر على الأمر الحسن وعلى الرتب العليا، وعلى أن تتعالى بنفسك وأن تشمخ بهمتك من أن ترعى مع الهمل، كما قالوا: دعيت لأمر ليس بالسهل فاجتهد وسدد وقارب والطريق منير. الطريق منير وواضح، لكن عليك أنت أن ترعى هذا الأمر. إذن أبو بكر أحسبه أنه من هؤلاء، وأنه قرر أن يكون شيئا في هذه الحياة، وأن يضيف إليها شيئا حتى يخرج منها مرفوع الرأس، يلقى جزاءه عند رب العزة والجلال في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول هذا لأنني ما وجدت حقيقة في سيرة أبي قحافة شيئا من الفضل، لم أقف على شيء من الفضل لإصلاح أبي بكر الصديق بمعنى الإصلاح، وكذلك ما وقفت أيضا على شيء من أفضال أمه أم الخير، مما يحمل أبا بكر الصديق حملا على أن يكون رجلا صالحا، وعلى أن يكون رجلا تقيا له هذه الفخامة العظيمة في منزلته عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. فقلت إنه ليس هنالك من سبب إلا أن الرجل عرف الغاية وأدرك المراد فسعى إليه سعيا حثيثا، ولأجل ذلك كان شيئا في هذه الحياة. لأن أبا قحافة وهو عثمان بن عامر ابن عمرو أبو بكر على كل يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، فيجمعهما الجد السادس مرة بن كعب، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، فبينهما ستة آباء، بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم والجد الذي يلتقون فيه وهو مرة بن كعب، بينهما ستة آباء. هذا معناه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وهو كذلك في الوقت ذاته من حيث زواج أمه بأبيه، أمه وأبوه أبناء عم، فأبو قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو هو عم أم الخير سلمى، عم أم الخير سلمى بنت صخر ابن عمها، وتزوجها وأمضوا حياتهم كما يمضيها كل الناس في مكة. وأنتم تعلمون أنه ما كانت السيادة ولا التقدم في مكة لبني تيم الذين هم عائلة أبي بكر الصديق صحة العبارة، فجده تيم ومن جاء من بعد، هؤلاء ما كانت لهم صدارة ولا كانت لهم منزلة، وإنما جاءتهم المنزلة والصدارة من هذا الابن الصالح البر التقي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقد كانوا مثل غيرهم، ومعكم أمثلة كثيرة على هذا. الإمام السالمي رحمه الله تعالى هو الذي أعلى شأن قومه، هو الذي رفع المقدار لعلمه وتقواه وصلاحه، وأبو بكر الصديق ما كان له هذا الموقف ولا كان لأجداده هذه المنزلة، ولكنه هو الذي أكسب أجداده هذه المنزلة. وكما قالوا إن البنوة يمن، حينما تكون البنوة خيرا فإن يمنها وفضلها يرجع على آبائهم كلهم، وهذا الفضل الذي في أبي بكر الصديق لأعماله، كان هنالك كما تعلمون بنو عبد مناف وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده، كان هنالك بنو المغيرة، هؤلاء كلهم هم الذين كانوا يحكمون مكة. فبنو عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده هم الذين كانوا يعرفون بالسيادة، وكانوا يعرفون أيضا أنهم من يقومون بالكعبة بيت الله الحرام. أما بنو المغيرة فأنتم تعلمون أن أبا سفيان هو سيد ذلك الوادي، كما يقول عتبة بن ربيعة وغيره هو سيد مكة حينها،
وهو حامل اللواء، وهو أيضا في الوقت ذاته هو الذي يحمل راية مكة. فالعقاب وهي راية قريش ما كان يحملها إلا أبو سفيان لشدته وبأسه في الحروب، حينما تذهب عنهم الأمور وتضيق عليهم كان يحملها أبو سفيان لفضله على قومه. إذن بنو تيم ما كانت لهم مكانة في حقيقة الأمر، إنما جاءتهم المكانة بسبب ابنهم هذا الصالح أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وسيتبين لكم أن أبا قحافة الذي أصله هذا الذي ذكرنا كان يستصحب هذا الحال معه من بعد، أي من بعد تولي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلافة المسلمين بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر الصديق إلى مكة، شرفها الله تعالى في شهر رجب من السنة 12 للهجرة. جاء والظاهر كما سأذكر أن أبا قحافة الظاهر أنه بقي في مكة، سأذكر بإذن الله تعالى إسلامه وموقفه، بقي في مكة لأنه لا هجرة بعد الفتح كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو من أسلم يوم الفتح. فجاء أبو بكر من المدينة المنورة التي هي عاصمة الإسلام ومركز الحكم حينها، جاء وكان أبو قحافة مع غلمان يحدثهم على باب داره كعادة الناس، سيقف على باب داره ويقعد هكذا، المشتغل بالعلم يشتغل بعلمه، المشتغل بالعمل يشتغل بعمله، والفارغ يبقى في هذه الأماكن. ما الذي سيفعله الرجل حينها؟ الرجل حينها ناهد 96 من عمره، فبقي يتحدث. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقام أبو قحافة وقالوا له جاء ابنك، جاء أبو بكر الصديق. فقام من مجلسه ذاك، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على راحلته، ورأى أباه وهو يقوم، وهو الرجل البر التقي الصالح، رأى أباه يقوم إليه، فأسرع إلى أبيه يريد أن ينيخ الناقة الراحلة التي كان عليها، لكنه ما أدرك الأمر. يقولون إنه خرج من راحلته قبل أن ينيخها، خرج منها رضي الله تعالى عنه وغادرها ليسرع إلى لقاء أبيه حتى لا يتعنى أبوه المشي إليه، مع أنه حينها خليفة المسلمين وأقوى حاكم في جزيرة العرب، لكنه البر بأبيه، فالخليفة العظيم مع أبيه لا يزال طفلا صغيرا، فهو مأمور ببره كما تعلمون. فأسرع إليه والتزمه وقبله بين عينيه حتى بكى أبو قحافة حينها فرحا برؤية ابنه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجاء الناس سهيل بن عمرو وغيرهم من كبار سادة مكة حينها، جاءوا يسلمون على أبي بكر الصديق بالخلافة وجاءوا يحيونه، جاء الخليفة جاء الحاكم. فقال له أبو قحافة يا عتيق أحسن إلى الملأ وأكرم صحبتهم، لا يزال يستحضر موقفه السابق، يا عتيق هذا اسمه القديم، ستقبل من الأب حينما تأتي من هذه الكلمات، أحسن إلى الملأ وأكرم صحبتهم. فأبو بكر مضى، ثم إنه بعد شيء يسير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دعا بأبي سفيان، بلغه عن أبي سفيان بعض الأعمال التي لا يرتضيها ولا بد من أن يؤنب عليها وإن كان سيد ذلك الوادي كما يقول عتبة بن ربيعة. دعا أبا سفيان، فجيء بأبي سفيان إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ أبو بكر الصديق يعلي صوته على أبي سفيان ويصرخ في وجهه مبكتاً، وأبو سفيان لا يزيد على أن يتدلل ليسترضي أبا بكر الصديق. فسمعه أبو قحافة والرجل ضرير أعمى لا يرى شيئا، قال على من يصرخ عتيق؟ على من يصرخ عتيق؟ فقيل له على أبي سفيان، فذهب إلى ابنه مباشرة، يا عتيق أتصرخ على سيد هذا الوادي؟ يا عتيق أتصرخ على أبي سفيان؟ هكذا يقول له، لأن الرجل كما قلت لك استحضر حاله. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أبتي إن الله
أعز بالإسلام قوماً وأذل به آخرين. إن الله أعز بالإسلام قوماً وأذل به آخرين. وقوله أعز بالإسلام قوماً وأذل به آخرين لا أحسب أن مراده أصل الإسلام، لأن أبا سفيان حينها كان مسلماً فقد أسلم يوم فتح مكة كما هو معلوم، لكنه أراد أعز بالالتزام بأمر الله تعالى قوماً، بمعنى أن أبا سفيان قد ارتكب من الأمور ما يستحق أن يصرخ في وجهه وأن يقبح فيه فعله، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصرخ في وجهه لأجل هذا. إذن هذا كله كما قلت لكم، أبو بكر قوته، شجاعته، زهده، نفسه العظيمة هي قرار شخصي قرره بنفسه ومن أجل هذا بذل الآخرين. أبو قحافة هذا، قبل أن نذهب إلى سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مفصلة، له مواقف عدة. هذا موقف من المواقف التي وقفها أبو قحافة لأجل أن أدلل لكم، أنا لا أريد أن أحتقر أبا قحافة، فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لكنني أريد أن أبين لكم أن العزة والقوة هي قرار شخصي، وإن كنت عزيزا في نفسك وإن كنت قويا أيضا في همتك فكل الآخرين سيدينون لك، أما إن كنت ضعيفا متضعضعا فلن تحصل على شيء من المجد. أبو قحافة هذا ما وجدت شيئا يبين أنه قد اعترض أبا بكر الصديق في إسلامه، وأبو بكر قد أثبت نفسه فقد كان تاجرا كبيرا من تجار مكة، وكان معروفا في نوادي مكة بحلمه ومعرفته بالأنساب، وكان رجلا لا ترد له كلمة في مكة شرفها الله تعالى، فهو رجل عظيم. ولأجل هذا ما وجدت شيئا اعترض فيه أبو قحافة ابنه أبا بكر الصديق على إسلامه، لكن أبا قحافة يأتي من منطلقاته التي يؤمن بها، كل إناء بالذي فيه يرشح، فهو منطلقاته ليست منطلقات الإيمان، حساباته ليست حسابات التقوى، إنما هو كحال كل المشركين وكل البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، لا يرون إلا الحياة الدنيا، لا يرون إلا شبع بطن أو شهوة فرج، هذا الذي يراه الذي يكون بعيد عن الله، لن يعدو هذا، ما الذي عنده حتى يحققه؟ جاء أناس بشعارات براقة وهم أول من تنازل عنها، وإلى يومنا هذا نسمع مثل هذا الأمر، لكن الذي يعمل لله تعالى هذه الدنيا ليست شيئا أمامه. وأبو بكر على هذا، أبو قحافة حينما أخذ أبو بكر الصديق التاجر الثري، بعض أهل السير يقدرون ثروته قبل إسلامه 500,000 درهم فضي، قدروه مبلغ عظيم جدا، أبو بكر الصديق أخذ يشتري بهذا المال أهلكه في نصرة الحق، فأخذ لا يرى عبدا مملوكا يؤذى في الله وهو مسلم إلا أعتقه، وأعتق كثيرا من الضعف، كما تعلمون الضعف الذين أعتقهم أبو بكر كثيرون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلهم ضعفه. فجاءه أبوه وهو على الشرك حينها فقال له: يا ابني، حينما تريد أن تعتق وترى هذا، هو لا يريد الاعتاق رأسا، لكن إن قررت هذا بمعنى كلامه فأعتق رجالا أشداء يمنعونك ويحمونك، أنت الآن تعتق بلالا وتعتق آل ياسر وتعتق لا أدري من سمية وغيره، هؤلاء لن ينفعوك بشيء، لأن هؤلاء ليسوا ذوي جلد وليسوا ذوي قوة يمنعونك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبتي، إنما ابتغيت وجه الله، أي أنني ما أعتقت هؤلاء الذين أعتقتهم لأجل أن يمنعوني، لأجل أن يحموني يا أبا قحافة يا أبتي، إنما أردت بذلك وجه الله. يقول أهل التفسير إنه نزلت في هذا الموقف، نزل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قالوا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أبتي، إنما أردت وجه الله بهذا الاعتاق،
أخرجت هذا المال لتجارة أخرى أنت لا تعرفها، أنت لا تدركها، لكن يطلبها الأتقياء الصالحون. ولأجل هذا الأمر بعد سنين، بعد ما يزيد على 15 سنة من هذا الموقف، بعد تولي أبي بكر الصديق، أو نقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، نعلم من حال بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه امتنع عن الأذان بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يستطيع الأذان، لمجرد أن يصل إلى أشهد أن محمداً رسول الله كان بلال يبكي، لأنه يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسترضي بلالاً، ويطلب منه طلباً ملحاً أن يؤذن بالمسلمين لأجل أن يتذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في مواقف عدة إنه ما كان ليعزل أحداً أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال رسول الله هو الذي أقامه. هنالك مؤذن في قباء، هنالك مؤذن في مكة أبو محذورة، هنالك مؤذن وهو ابن أم مكتوم في المدينة، لكن هؤلاء لا يؤذنون بحضرة بلال. فأحب الناس صوتاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان بلال بن رباح. وما كان لأبي بكر الصديق أن يترك بلالاً يبتعد عن الأذان، فكان يذهب إليه ويلح عليه، إلى أن قال بلال بن رباح لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، إن كنت أعتقتني لأجل أن أخدمك ولم تعتقني لله فسأؤذن. وهناك قال لأبيه: إنما أردت وجه الله تعالى، أي أن هذا الاعتاق ما كان لطلب دنيا، ما كان لأجل أن تسمع كلمتي، ما كان لأجل أن يحموني يا أبتي، إنما هو طلب لرضا الله سبحانه وتعالى. فبلال بن رباح يقول هذا الكلام الشديد على أبي بكر الصديق، لنحن لا نقبله في أبي بكر الصديق، لكنهم كانوا مؤمنين حقا بالله سبحانه وتعالى، وكانت أعمالهم لله تعالى. إذن هنا هو يدعوه إلى أن يعتق من يحميه، لكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حساباته تربو على حسابات أبي قحافة. حينما هاجر ما أخبر أبو قحافة بهجرة ابنه، لأن القضية سر، وما كان لأبي بكر الصديق أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أحب إلى أبي بكر الصديق من أبيه، سيبين من بعد بإذن الله أنه صرح بهذا الأمر. حينما هاجر وسمع الخبر، أبو قحافة سمع الخبر أن ابنه قد هاجر، جاء مسرعا إلى البيت ودخل على أسماء، لأن أسماء هي أكبر أولاد أبي بكر الصديق وهي من زوجته الأولى، فقال لهم: لقد فجعكم أبو بكر بماله ونفسه. هذه الحسابات، ما الحسابات التي ستكون عند من لم يهتدي بنور الله تعالى بعد، عند من لم يسلم؟ هذه الحسابات: لقد فجعكم أبو بكر بنفسه وماله. فهدأت أسماء بنت أبي بكر الصديق، هدأت من روعه، وقالت له: يا جدي أو يا أبتي لا أذكر العبارة، لقد ترك لنا خيرا. تقول إن أبا بكر الصديق كان يجعل المال في كوة هنالك، أي في مكان مرتفع في البيت يجعل المال هناك. فقامت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما يكون العمل لله تكون مثل هذه الأفكار وتكون مثل هذه الأعمال. فقالت له، جمعت مالا في صرة وجعلت عليها شيئا، وأخذت يده وقالت له: لقد ترك لنا هذا، أي هذا المال. فقال لها: إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. ثم قالت: لا والله ما ترك لنا شيئا، لكن أردت أن أسكت الشيخ. أبو بكر لم يترك لهم شيئا، هو الذي قال: يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله، فليترك لهم شيئا هنا. ذلك المال كان يجمعه لأجل الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرجع بعد ذلك أبو قحافة إلى بيته بعد أن أخذ منها هذا الكلام أن أبا بكر الصديق قد ترك لهم مالا. من مواقفه أيضا قبل إسلامه، أو نقول إنه بعد إسلامه، الرجل بقي على الشرك،
أكرم الله تعالى أبا بكر الصديق فآمنت أمه أم الخير من أوائل من آمن، والمسلمون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أم الخير أسلمت في ذلك الوقت، لكن أبا قحافة بقي على الشرك إلى أن جيء به يوم فتح مكة. الرجل كانت عنده بنت من بناته، هذه البنت قال لها خذيني إلى جبل أبي قبيس حتى أشرف على المنطقة. فقال لها ما ترين؟ وهو رجل ضرير أعمى كما قلت. فقالت إني أرى سوادا يتحرك وأرى بين السواد رجلا. فقال لها تلك الخيل، وهذا الذي مع الخيل هو الذي يسوسها يحركها. ثم بعد ذلك قال لها ما ترين؟ قالت أرى السواد قد انتشر، من مكان بعيد أرى السواد قد انتشر. فقال لها لقد تحرك الجيش، خذيني إلى بيتي. ثم إن أبا بكر الصديق حينما دخل إلى مكة شرفها الله تعالى قصد داره أولا، أي دار أبي قحافة أولا، فجاء بالرجل يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل كبير، النبي صلى الله عليه وسلم بهدي النبوة بعظمته بمكانته قال لأبي بكر الصديق هل لا تركتم الشيخ حتى أكون أنا من يأتيه؟ أي أتيه إلى بيتي، لأنه يريد أن يسلم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وانظروا الإيمان حينما يصدق من العبارات التي تخرج من الإنسان، هذا الإيمان الصادق. هذا الرجل الذي قيل إن صح الكلام إنه لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق، هذا مواقفه. فجاء أبو قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر أبي قحافة وأسلم، وأمرهم صلى الله عليه وسلم حينها بأن يغيروا شعره، لأنه كان أبيض كالثغام كالقطن، كان أبيض. فقال لهم صلى الله عليه وسلم غيروا حتى يبدو أفضل. جاءت رواية وزيادة في هذا الحديث، قال فيها أبو بكر الصديق والله يا رسول الله لإيمان أبي طالب أفرح لقلبي من إيمان أبي. لإيمان أبي طالب لو آمن، لو جئتك ببشرى إيمان أبي طالب لكان ذلك أسعد إلى قلبي من إيمان أبي قحافة. ويريد إيمان أبي قحافة ويطلبه من غير شك، لكنه يقول لما أعلم لذلك من رغبة في قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان أبي طالب، يقول لأن أزف إليك بشرى إيمان أبي طالب عمك خير لي من أن أزف إليك بشرى إيمان أبي قحافة. ولكن مع ذلك آمن أبو قحافة وبقي في مكة شرفها الله تعالى مكانه هناك، وأبو بكر كان يذهب إليه ويزوره. وقد علم أبو قحافة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله الخبر قيل من كان على الأمر بعده، فقال من كان على الأمر بعد رسول الله، قيل له أبو بكر، فقال ما فعلت بنو مناف؟ ما فعل بنو المغيرة؟ أي هل رضي أولئك بنو مناف؟ بنو عبد مناف هل رضي السادة الكبار عن أبي بكر؟ فقالوا نعم. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أو قال كما جاء في رواية لا مانع لما أعطى الله، أي أن هذا الأمر كله إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا أبوه أبو قحافة، وكما ترون الحال وكما ترون الوصف فيه. والرجل قد بقي، توفي أبو بكر قبل أبيه أبي قحافة وبينهما أشهر، قد ورث أباه، وكلم أبوه لأجل أن يتنازل عن حقه في الميراث لأولاد أبي بكر الصديق، فتنازل عن حقه في الميراث وأعطاهم إياه. أم أبي بكر الصديق هي أم الخير سلمى بنت صخر. سلمى بنت صخر أم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه امرأة غير معروفة، أنا حقيقة لا أعلم عن حالها، هل هاجرت مع أنها أسلمت من المسلمين الأوائل؟ هي في الأربعين الأوائل ممن أسلم،
لكن لا أعلم عنها شيئاً. سعيت إلى أن أجد هل أخذها أبو بكر معه إلى المدينة المنورة؟ لا أعلم، لم أقف على شيء إلى الآن. ما أحداثها؟ لا أعلم، لكنها امرأة صالحة. انتهى الوقت، أكمل هذا. لكن أم الخير امرأة صالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في الرواية، حينما صار عدد المسلمين 39 رجلا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون أول من يخطب، أو في أن يكون أول من يدعو بجهر في نوادي مكة لأجل أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يقوم في المسجد وفي غيره يدعو إلى الله تعالى. فقام، ما الذي فينا نحن؟ قام في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وعدد من المسلمين، فقام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بجهر ويدعو الناس إلى الإيمان بالله، لأنه يريد أن يصلهم كلام الله تعالى. فقام المشركون وغيرهم يضربون أبا بكر الصديق ضربا مبرحا، حتى قام عتبة بن ربيعة وأخذ نعليه وضرب وأخذ يضرب بنعليه وجه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى سالت الدماء على وجهه رضي الله عنهم وأغمي عليه. حينها جاء بنو تيم قبيلة وأخذوا أبا بكر الصديق إلى بيته، وقاموا في المسجد قائلين: إن توفي أبو بكر فإنا سنقتل عتبة بن ربيعة. هذا الثأر الموجود عندهم، هذه مكانة القبيلة في ذلك الوقت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرادوا أن يسقوه، أن يطببوه، وأمه أم الخير عليه على رأسه. بقي نهاره ذاك، وتكلم آخر النهار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تكلم آخر النهار مع أنهم أرادوا أن يعطوه طعاما، أرادوا أن يسقوه، أن يطببوه، ما تكلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالسؤال عن حاله، ما تكلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالسؤال عن أهله، ما خرجت منه إلا كلمة واحدة: ما فعل رسول الله؟ ما فعل رسول الله؟ أين الهم يا أبا بكر؟ أين المراد يا أبا بكر؟ ما فعل رسول الله؟ أنت مدرج بالدماء، لا تستطيع أن تقف على قدميك يا أبا بكر، ما فعل رسول الله؟ فقالت له: إني لا أعلم، أمه أم الخير معك. فقال لها: يا أمه، اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب، هذه أخت عمر بن الخطاب، فسليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي لها: أبو بكر يسألك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصالحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فذهبت أمه أم الخير إلى أم جميل بنت الخطاب، فقالت لها: إن أبا بكر الصديق يسألك عن رسول الله. وأم الخير وأم جميل بنت الخطاب من المسلمين الأوائل، ما كانت لتفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لها: إني لا أعرف أبا بكر ولا أعرف محمد بن عبد الله. هي تسألها أم الخير: ما فعل محمد بن عبد الله؟ قالت: إني لا أعرف أبا بكر ولا أعرف محمد بن عبد الله. فقالت لها: أبو بكر يسأل. قالت: لا أعرفه. قالت: تعالي معي، كنت غير مطمئنة لي، فتعالي معي اسألي. فأخذتها وذهبت إلى أبي بكر الصديق، ورأت منظره ذاك، أبو بكر الذي يقال إن اسمه عتيق لجمال وجهه ولكماله، رأته على حال لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يتكلم. فقالت لها، ذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه إلى أبي بكر الصديق، وقالت له: والله إن قوما فعلوا بك هذا الفعل لقوم فسق فجر، هؤلاء فجار، ما الذي فعلته أنت بهم حتى يفعلوا بك هذا الفعل؟ فسألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أمك هنا؟ فقال لها: أمي لا تخبر، أي ثقي بأمي، أمي لن تخبر شيئا، لن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير، أي لم يلحقه شيء بعد تلك المظاهرة التي كانت منهم، لم يلحقه شيء. الرجل لم يطمئن،
فقلبه معلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيفعله؟ قال لهم: خذوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت على هذا الحال يا أبا بكر، المحبة، المحبة تطير بالإنسان، المحبة تظهر من الإنسان الأعاجيب. لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إنها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحكمة في قلب أبي بكر الصديق في هذا الموطن، هي محبته التي جعلته يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طبت حياً وميتاً يا رسول الله. فأخذوه يهادى، أخذ من هنا. قالت له: إن الرجل الآن كثير، أي أن الناس يمشون وسيرونك تذهب إلى رسول الله وقد يكشف سر رسول الله. فانتظروا شيئا من الوقت حتى يهدأ الذين يمرون في الطريق، فأخذوه يهادى، يحمل عن اليمين وعن الشمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوه حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن حينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق له كثيرا حينما رآه بذلك الحال، فقال له: يا رسول الله، ليس بي شيء، ليس بي شيء إلا هذا الذي في وجهي، ليس بي شيء آخر، وإنني مطمئن الآن. أم الخير كانت معهم، سلمى بنت صخر كانت معهم، قال له وهي معهم في ذلك الموقف، أخذوها إلى دار الأرقم من أبي الأرقم، إلى الدار السرية التي لرسول الله. قال له: يا رسول الله، إن أمي برة بوالديها وأنت مبارك، فادع لها وادعها إلى الإسلام. إن أمي برة بوالديها وأنت مبارك، فادع لها وادعها إلى الإسلام. هذا همه، ما الهم؟ ما الذي يريده من الحياة أكثر من ذلك؟ ذكر وصفين فيها في الحادثة: أنها برة بوالديها، والبر بوالديه هو أكثر الناس قربا لأن يوفق في الحياة، وهذا خير، الإسلام خير، أي أن هذا يجعلها ستوفق إلى الإسلام. وأنت مبارك، دعاؤك مستجاب، فادع لها وادعها إلى الإسلام. فدعاها إلى الإسلام وأسلمت أم الخير رضي الله تعالى عنها وأرضاها في ذلك الموقف لفعل ابنها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد توفيت بعد ابنها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن كانت وفاتها قبل أبي قحافة، لكنها بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا أدري هل هاجرت إلى المدينة كما هاجر المسلمون كلهم، أم لكبر سنها بقيت في مكة شرفها الله تعالى من الضعفاء الذين ذكرهم الله في كتابه، هذا لا أعلم عنه، وما وجدت وما وقفت على شيء إلى الآن، وإن وقفت أخبرتكم بإذن الله تعالى. هذا منتهى حديثنا في هذه الليلة بإذن الله عن هذا الرجل العظيم، عن هذا الرجل الفخم من رجال الله سبحانه وتعالى، كيف أنه قرر وعزم على أن يكون شيئا في الحياة، وإن لم تكن الظروف حوله، لا مكانته الاجتماعية ولا آباؤه ولا غيرهم، ما كان هؤلاء كلهم يعينونه، لكنه هو الذي قرر هذا الأمر، فرزقه الله تعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء البررة الأطهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.